كاب اف ام الكلمة ليك. ان شاء الله يعني الفرج قادم. يعني في 1/9/2014 في حوار ليك مع قناة فرنسا 24 قلت سيد احمد قذافي الدم بانه اليوم تدعون الى مؤتمر يشبه مؤتمر الطائف، كانه اليوم يعني بين الكلمات قرات بانه اليوم على المملكة العربية السعودية وغيرها من الذين ساهموا بطريقة او باخرى في ما يحدث الان في ليبيا انها اليوم تحاول ان تكفر عن اخطائها باتجاه ليبيا. كلنا نعرف ما قدمت قطر وما قدمت الإمارات وما قدمت العديد من الدول من أجل تدمير ليبيا وتفكيكها بعد أن كانت دولة يعني وقوة إفريقية وعربية وعالمية. لماذا؟ شوف، لنكن أكثر واقعية، نحن جميعنا أخطأنا في حق ليبيا وعلينا جميعا أن نسعى مع كل الأطراف لحلحلة الواقع الليبي، لأن الضرر لن يشمل ليبيا فقط، حتى جيراننا في الشمال الذين اعتدوا علينا هم سيدفعون الثمن. ولذلك الناس التي شاركت في التضليل أو في الحرب النفسية أو حتى بالصواريخ والطائرات كما فعلت الشقيقة قطر عندما ضربت بطيرانها وبملياراتها ليبيا وتركت خلفها غزة تئن بجراحها، ما علينا، احنا الآن نبحث عن مخرج لبلادنا وحق دماء أهلنا و حرية بلادنا، ونريد أن نضمد جراحها وآلامها، ولذلك مستعدين أن نفعل ما هو ممكن دون الإمساس أكيد بالثوابت. نعم، دون الإمساس بالثوابت. وبهذه المناسبة لو سمحت لي يعني أحب أن أقول لأهلنا يعني سواء أسرانا أو أهل المهجرين بأننا يعني صبحا قريبا ينتظرهم ليعودوا آمنين لديارهم بحقوقهم الكاملة، ولن نتركهم هكذا. نحن نحس بآلامهم ومعاناتهم ونسمع أناتهم ونطمن شبابنا الصامد وقبائلنا الشريفة التي تصب عليها هذه الساعات صواريخ حمم في ورشفانا وفي ترهون. لن نتركهم، لن ننسى صمودهم وموقفهم المشرفة عبر تاريخنا، وأقول لهم في هذه الساعات سوف يهزم الجمع ويولون الدبر. يعني لا نريد أن نحبطهم عندما نقول بأننا يعني نسعى لحل سلمي، لا يعني نحن نتحرك موقف ضعيف وإنما موقف نبيل من أجل الوطن. كاب اف ام الكلمة ليك.